مع كل نسخة من كأس العالم بيستنى عشاق كرة القدم حكايات جديدة ووقائع مثيرة علشان يسجلوها في صفحات تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم. ومونديال قطر 2022 كان على مستوى الحدث من البداية، بعد ما شهد مفاجآت تاريخية ولقطات عمرها ما هتتنسي. عندك مثلا النتيجة التاريخية اللي حققها منتخب السعودية بالفوز على الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي بهدفين مقابل هدف واحد، علشان يحقق أرقام قياسية كتيرة، منها إنه أول منتخب أسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكتر من هدف في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم، كمان أول فوز لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في كأس العالم منذ فوز الكاميرون في 1990. وبعد الأخضر سعودي قدر اليابان أنه يحقق مفاجأة تاريخية كبيرة بعد ما حول تأخره في النتيجة ضد ألمانيا لفوز درامي بنتيجة 2-1. كمان من الحاجات المثيرة للجدل في مونديال 2022 تيموثي وايا لاعب منتخب أمريكا اللي خطف الأنظار بعد ما أحرز هدف بلاده الوحيد في مرمى ويلز، لكن الجدل ما كانش علشان أنه سجل هدف لأن ده شيء طبيعي، لكن الفكرة أن تيموسي هو ابن جورج وايا رئيس لايبيريا الحالي وأسطورة الكرة الأفريقية واللاعب الإفريقي الوحيد اللي حصل على الكرة الذهبية. البعض علق أنه إزاي ابن رئيس دولة وبيمثل دولة تانية، لكن وايا الصغير كان شايف الموضوع بشكل مختلف وقال والدي كان نفسه يحصل على فرصة للمشاركة في كأس العالم بألوان بلاده لكنه ما قدرش يحقق الرغبة دي، ودلوقتي بيعيش التجربة دي من خلالي أنا. وللعلم تيموسي اتولد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتدرج في الفئات السنية المختلفة للمنتخب الأمريكي، وكمان اتركزت الأضواء على لاعب سويسرا بريل امبولو بعد ما سجل هدف فوز منتخب بلاده ضد الكاميرون موطنه الأصلي، ورفض الاحتفال بالهدف احتراما للشعب الكاميروني خصوصا انه اتولد في العاصمة الكاميرونية ياوندي. لكن بسبب انفصال والديه وهو لسه طفل صغير اتنقل مع والدته لفرنسا وكان عمره وقتها 5 سنين، وبعد كده استقر بيهم الحال في سويسرا. وبعد فترة من التردد حسب امبولو موقفه بتمثيل سويسرا، وكانت الدراما ان اول اهدافه في المونديال تكون قدام موطنه الاصلي. ده جزء بسيط من حكايات المونديال اللي اكيد هيكون فيها جديد كل يوم لغاية لما نوصل لخط النهايه.